السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة الطالبات الصف الثاني الإعدادي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى حل كتاب ماستر يور تيرم من كتاب المعاصر 2023 بيج 7. نبدأ بسم الله. choose the correct answer from A B C or D. number 1 Egypt is a great space in Africa. طبعا دولة عظيمة في أفريقيا أو كبيرة. city مدينة كبيرة. town مدينة صغيرة. village قرية. number 2 a space person is not able to hear. يعني شخص بيكون قادر على غير قادر على السمع. deaf اللي هو الأصم. lazy كسول. blind أو blind اللي هو أعمى. sorry. wild اللي هو طبعا بري. lazy كسول. number 3 if you are tired. لو أنت متعب. you should have a or any space. يبقى طبعا يجب أن تاخد إيه rest راحة. number 4 منال space arrives late. طبعا عندي منال space arrives الفعل فيه اس طبعا وعندي هنا صفه يبقى انا طبعا don't و doesn't to ما ينفعوش مستبعدين تماما لانهم بيحتاجوا الفعل في المصدر وisn't طبعا مش عايز ing never تسمح باضافه الاس يبقى منال never never arrives late ابدا ما بتجيش متاخره. number 5 which car belongs to you يعني اي سياره بتخصك قال له ذا بلاك السوداء طبعا belongs بتاخد حرف الجر تو. number 6 space you got a new mobile يبقى you عايز have لان طبعا got وهاز مش هتنفع الفعل هنا جمع do و does عايزين الفعل في المصدر. عندي هنا choose the correct answer from A B C or D. number 1 it's a must to have a space before going into the museum. إنه يجب أن يكون لديك إيه بفرقة قبل أن تذهب إلى الإيه المتحف طبعا تذكرة تيكت باسكت اللي هي السلة والراكت اللي هو مضرب وروكت صاروخ. number 2 your mother and sister are طبعا مامتك وأختك بيكونوا females إناث males ذكور animals أعزكم الله حيوانات boys أولاد. number 3 the word space means destroy تعني يدمر help يساعد protect يحمي enjoy يستمتع damage يدمر هي دي الكلمة الصحيحة. number 4 the space زي space to the fanfare إلى طبعا مهرجان اللي هو المرح. a week ago منذ أسبوع طبعا ده ماضي بسيط منذ أسبوع أو ago طبعا كلمة دالة من الكيورد دالة على الباست سمبل يبقى went هم ذهبوا إلى الفانفير الملاهي منذ أسبوع. number 5 children mustn't space with matches طبعا mustn't دي عايز الفعل سادة بدون إيه أي حاجة يبقى عايز الفعل في المصدر يبقى children الأطفال لا يجب على الأطفال إن هم يلعبوا with matches بالثقاب أو أعواد الكبريت. number 6 a knife is used space cutting mean meat طبعا هنا used for أساسا بيأتي بعد منها الفيرب بلس ing لكن used to هنا هي طبعا حضرتكم هنكتبها تحت used to used for زائد الفيرب بلس ing cutting meat السكينة بتستخدم يستخدم ليه لقطع الإيه اللحم used for used for يستخدم ليه اما used to يعتاد على. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.